السلام عليكم. حط كالونيا. الجملي هو أملي. لو راجل كل أبلكس. أشهر مقولات قالها إبراهيم التوخي، أشهر بايع سمين على التيك توك. اتشهر شهرة ولا بحر ولا صبحي جابر ولا البرنس ولا المطاعم اللي قبله قبل كده بكتير جدا. إبراهيم التوخي أشهر واحد في المطرية بيعمل سمين. اتشهرت فيديوهاته على التيك توك زي النار في الهشيم. الناس بتجيله دلوقتي من اسكندرية وأسوان عشان تجرب سندوتش السمين اللي عنده أبو 5 جنيه. لغاية النهاردة اتفرجت على فيديوهات كتير، أنا نفسي أعرف مكونات السندوتش ده إيه. 5 جنيه يعني بتمن سندوتش الفول. بيحط فيه ممبار وبيحط معرفش والله بيحط فيه إيه، مع إني اتفرجت على فيديوهات كتيرة بس انا مش متخيل برضه سندوتش ايه اللي ب5 جنيه. هو بيقول انا بحارب الغلا وبحارب الاغنياء عن طريق ان انا بدي الناس الفقراء السندوتش ده ب5 جنيه، وعنده طلب ب20 وب30 و40 زي ما هو بيقول. لكن انا اتمنى برضه ان انا كنت اشوف الدنيا دي شكلها ايه. انا ما بحبش الحاجات دي بس كنت اتمنى ان انا اشوفها. ناس كتيره بتاعت فيديوهات عملت المواضيع بتاعت الاكل والحاجات دي عنده، وناس كتير عمل رياكتات عليه بهدلوه. خلينا نتكلم بصراحة في موضوع النظافة، نركنه على جنب. انت لو فعلا اتعلمت ازاي تبقى نظيف في المهنة بتاعتك، الناس من الخارج كمان هيجولك، لان انت شهرتك عدت الفلنكات زي ام نور. لكن مشكلتك اللي انت وحش شوية في موضوع النظافة ده. ابراهيم التوخي اللي هو صاحب اشهر مقولات اللي هي زي لو راجل كل والجملي هو املي. موضوع ان انت اتمسكت علشان اللحمة والحاجات دي كلها، الموضوع ده غلط مش سليم. هي بكل بساطة شرطة المرافق طلعت، وطلعت معاها من الصحة، من مديرية الصحة. مديرية الصحة علشان السلامة والصحة والشهادات الصحية والحاجات دي كلها، لقوا الناس اللي عندك مش معاها شهادات صحية، مسكوهم وهيعملوا لهم قضية. ده الشق الأول. الشق الثاني شرطة المرافق، أي كراسي كانت بره المحل بتاعتك أو ترابيزات خدوها كلها. اللحم بتاعته سليمه، محدش يقدر ينكر في حاجه زي كده، وهو كل يوم فعلا بيجيب الحاجه دي بفواتير. اللحمه سليمه ما فيهاش اي مشكله. هو ما اتمسكش، هو هيتعمل له قضيه بالناس اللي هي عنده، قضيه تموين عاديه ما فيهاش اي مشكله، ولكن هيرجع تاني وهيرجع اقوى من التاني. ولكن نصيحتنا ليه حاجه صغيره قوي، يا ريت تهتم بموضوع النظافه لانه مهم جدا، لان انت دلوقتي العيون عليك بره اكتر من جوه. خلي بالكم من موضوع الشهره. الشهرة ليها سلاح ذو حدين. أنا واحد من الناس ما بحبهاش، ما أعرفهاش، ولكن أنا بحب التواصل مع الجمهور. ولكن السلاح السيء فيها أكتر من السلاح الحلو فيها. بمعنى الراجل ده كان عايش حياته زي الفل ومفيش أي مشكلة، اتشهر، اتشم، اتشاف، اتجاب على طول. كل واحد يخلي باله من الموضوع ده. الشهرة مش هي اللي انتم متخيلينها. الايجابيه اللي انت تعرفت من الناس كلها، ولكن اتعرفت يبقى انت لازم يبقى ليك حدود تمشي عليها، ولازم يبقى ليك شروط برضو تمشي عليها. دي قصه ابراهيم التوخي صاحب اشهر محل سمين في المطريه. انا بحبه والله، هو شكله كده يتحب في الله، ولكن مشكلتك موضوع النظافه هنتكلم عليها من هنا ليوم الدين. لو ما تعاملتش بالموضوع ده بطريقه كويسه، خد من الرياكتات اللي هي الناس بتعملها عليك، ووقتها محدش بعد كده يلوم ولا يقول حرام محدش يعمل حاجه زي كده، ولا حد يتريق في حاجه زي كده. لان سندوتش السمين ابو 5 جنيه لغايه النهارده احنا نفسنا نعرف مكوناته ايه. اللي كان عند ابراهيم التوخي في المطريه السمين بتاعه السندوتش ابو 5 جنيه، يا ريت يقول لنا السندوتش ده مكوناته ايه وهو ايه اصلا. السلام عليكم.